هاي انا الي وانا حداد. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تيرتو بريم وركشوب، روعه تكونوا معنا. اليوم رح نكون عم نعمل دمشقي ستيل. هو عبارة عن دمج نوعيتين من المعدن، وحدة هاي كاربن وحدة هاي نيكل، بفوتوا على الفرن بيوصلوا للفورج ويلدينج تمبرتشر، بيندقوا تيندمجوا مع بعضهم وبيرجع بينشغل كيف التطعيج أو التقديح أو الدق تيعطونا شكل وباترن بالمعدن. اليوم نحن رح نعمله تنقدر نسهل على حالنا الشغل. رح نستعمل regular steel ولكن هاي كاربن، وستيل فيو نيكل ولكن بضلوا فلكسبل. فاللي رح نعمله هو هاي دول اوريدي مقصوصين، رح ننظفهم، بدهم يكونوا سوبر نظاف تنقدر نشتغل فيهم. رح نعمل بلت او سبيكه فيها 40 لاير، نمدها ونطعجها تتصير 80. فخلينا نبلش تنظيف. نعمله هلا هو between two big layers of stainless. لسبب الستينلس قد ما يحمى will not forge على الستيل العادي اذا كان في اكسجين، يعني بفرن طبيعي. فهيدول رح نحطهم من برا تبس تندق يقدروا يوزعوا الضغط على كل القطع. اللي رح نعمله رح نحط قطعة regular steel وشفرة، regular steel شفرة تنقدر ناخد واحدة ايه واحدة لا تنقدر نعمل الباترن تبعيتنا او بالقليل تبليشة الباترن تبعيتنا. We'll be right back.
الشيء اللي عم نحطه هو بسموه فلوكس، اللي عبارة عن مادة بتمنع دخول الأكسجين ما بين طبقات الستيل اللي عنا إياه. وبتسمح له إنه يلحم بسهولة. كما نكون شايفين هيدي القطعة لحمت، رح ننظف نقص ريستاك، يعني رح نرجع نقلبها نقصها بالنص ونرجع نحطهم فوق بعضهم تناخد بدل الأربعين لير 80. مثل ما نكون شايفين ما بقتنا عم نشوف الطبقات، ولكن صار بلوك شقفة واحدة. شايفين هيدا صار بلوك يونيفورم شقفة واحدة، مبين كمان من هون بلوك نظيف. هلا هيدول القطع اللي هون اللي شايفينه بتزيح بيرجع بيتنظف، منا مشكلة. الستينلس أبع كليا بينشال بالقطر.
صار جاهز انه يتصنع فيه القطعة اللي جاية. مثل ما كنتم شايفين 100% ابيض. اللي رح نعمله هلأ رح نحطه بالأسيد to reveal the pattern. الباترن هلأ ما رح تبين كتير لانه نحن اخذين الجنابه، ولكن بس تيندق وينعطى الشكل الاخير وقتها بصير فينا مثل ما نكون شايفين هول الزياح اللي مبينين هون. اللي لونه اسود هو الهاي كاربن، اللي لونه ابيض هو الهاي نيكل. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا شير لايك وسبسكرايب، تكبسوا على الجرس لبس يطلع فيديو جديد تكونوا أول حاضرينه. يعطيكم العافية يا جماعة، نشوفكم بالحلقة الجاية.